الكرة للفورمولا 1، أقامت وزارة التربية والتعليم المعرض الطلابي الأول للسيارات المجسمة الذي يشهد تقديم مجسمات فنية متنوعة لسيارات رياضية. طبعا لهذه المسابقة أهداف، طلبة طبعا أبدعوا أي ما أبداع في هذه المسابقة الجميلة أو في هذا المعرض الجميل، طبعا هم شكلوه بروح متوقدة، خلينا نقول أيضا يعني ميالة للعطاء وميالة للحب بشكل واضح يعني، وأيضا يعني حتى وكما لو أنها تعكس أيضا هي احتفال وطني في حد ذاته. الفورمولا ليست هي احتفال بس دولي فقط، إنما هي أيضا احتفال وطني. فطبعا قدموا نماذج يعني جميله من السيارات من التدوير، يعني بعضها صنعت من التدوير، بعضها صنعت بخامه واحده مثلا، ولكن يعني اعطت زهوا جميلا. ايضا دخلوا الصوت ودخلوا الميكنه في العمليه، فكانت التجربه جدا جميله. طبعا مدارس كثيره شاركت، ولكن احنا التقينا 11 مدرسه متميزه من بين المدارس هذه وعرضناها في هذا المعرض بصاله وزاره التربيه والتعليم. طبعا هذا المشروع هو المشروع ذكرناه في المدرسة، هاي السيارة ريسايكلد من المدرسة ظلت مدة، فأخذناها وصبغناها وخلينا لها سنسرات ركبناها من قسم الإلكترونيات، وركبنا لها سماعات وسوينا الوايرنج مالها في قسم الكهرباء. هذه السيارة من أحد يقرب صوبها تطلع صوت الفورمولا. هدف منها ان هي لو خليناها يعني مثلا في الفورمولا اي شخص بيطوف تلفت نظره ان صوت السيارات اكسلريشن مالها شلون قاعد تسارع السيارات. هاي فكره المشروع كامل. حرصا من وزاره التربيه على الاحتفاء ومواكبه كل الاحداث المهمه بالمملكه والتوسع في الانشطه الطلابيه اللاصفيه، كان هذا اهم اهداف المعرض لدور الأنشطة المؤثر في تعزيز ما يتلقاه الطلبة في المناهج المدرسية واكتشاف وصقل مواهب الطلبة وإبداعاتهم المختلفة وتعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي. أسمهان معروف لبرنامج الملعب.